مساء الخير. قبل ما نبتدي حلقة النهاردة هنتكلم عن ماتش طبعا ليفربول وبيرلي. يا ريت تدعمنا بسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس ولايك للفيديو. قبل طبعا ما اتكلم عن الماتش في مجمله، يعني ليفربول بدأ الماتش بداية مش هقول سيئة، بس الحكم ظلمهم باحتساب هدف، يعني هدف وهمي، كرة مش فاول، ده الكرة فاول وست شهور سجن. اتنين، واحد محجز على حارس المرمى منعه بنسبة 1000000% انه يحرز الهدف. دي مش محتاجة لفار، يعني انا مش شايفها محتاجة لفار، يعني الحكم قريب وشيء يعني باينة فار ايه ده، الكرة ما فيهاش شك واحد في المليون انها مش فاول. بدأ في اول 6 دقايق جابوا جون بيرلي، بس شخصية ليفربول ما توترتش، لعبت بشكل بتاعها العادي، قدرت انها تحرز الهدف التعادل، وبعديها ب10 دقايق احرزوا 2-1. طبعا محمد صلاح، انا عايز اتكلم عن محمد صلاح شوية. الماتش طبعا الشوط الثاني بدأ 3-1، 3-2 في اخر 5 دقايق، وخلاص الماتش توتر في اخر 3 دقايق كمان، الماتش توتر، ليفربول قدر يجيب جون في اخر ثانية ويبقى 4-2. ده يدل على ان دفاع ليفربول مش في حالة جيدة. ففعلا الكرة محمد صلاح راح بيها بس تباطأ فيها، ما تعرفش بقى قلة ثقة، ما تفهمش كان خايف انه يحطها، يعني دي قلة ثقة، انا شايفها قلة ثقة، فراحت لفيرمينيو من حسن حظ محمد صلاح، وقدر فيرمينيو انه يحطها هدف. على الرغم من ان محمد صلاح بقى بيحرز اهداف، بس الماتش اللي فات لعب ماتش كويس. الماتش ده هو تسبب في 3 اهداف من 4 اهداف، يعني الجون الاولاني اسيست صريح منه، الجون الثاني المدافع ضغط على المدافع، المدافع شالها من قدام صلاح راحت لماني حطها جون، الثالث برضو نفس القصه، محمد صلاح راح بيها انفراد، المدافع واخر لحظه لمسها منه راحت لفيرمينيو، قدر فيرمينيو يحرز الهدف الثالث. محمد صلاح هو مش سيء، بس احنا بنقيس مقياس يعني علو النجم انه بيلعب كويس ولا بيلعبش كويس، وبالنسبه لنا لا، الاهداف مش بالاسيستات ولا انك بتلعب حلو ولا مش حلو، لا عندنا المقياس هو الاهداف، وان محمد صلاح عايزينه يبقى الهداف. فطبعا محمد صلاح عنده بيمر بفتره فراغ وبيمر بفتره قله ثقه. ليفربول على الرغم من الفوز، فوز خادع، دفاع ليفربول دفاع بقى مش عارف، يعني متيب جنب فان دايك مش نافع، فالموضوع بقى صعب. اعتقد ان ماتش يوم الاربعاء اللي جاي في دوري الابطال هيبقى صعب في ارض باير ميونخ. الدفاع طبعا مش مبشر قبل لقاء باير ميونخ، انا شايف الماتش هيبقى صعب على ليفربول في ارض باير ميونخ. باير ميونخ فازت امبارح 6-0، فالماتش هيكون صعب وصعب جدا، فلازم يورجن كلوب يلملم اوراقه ويركز في الدفاع مش في الهجوم. الهجوم ممكن يحرزه بس هيخش فيهم، فلازم يركز في النقطه دي. محمد صلاح نامل يعني ان فتره الفراغ بتاعته دي ما تزيدش اكتر من كده، ويعمل لنا حاجه طبعا في ماتش يوم الاربعاء في دوري الابطال. محمد صلاح لازم ندعمه طبعا، محمد صلاح من اللعيبه المهمه لمصر والليفربول. كده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، كده الفرق بقى نقطة بين الليفر والسيتي، ماتش الموضوع بقى صعب جدا في المنافسة، بس السيتي شايفه لسه الأقربية. تدعمونا بسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس ولايك وشير، وسلام.